قرطان هلونه بيقرف منه مثل هيك انه طالع مثل البشر. شوفي شعرها منكوش. طولي كيف طالعين اجريها صادق صادق. اسنانها كلها خربانين. هدول بيضحكوا علي. بكرهها كريهة بتوصل لجنة. شايفة نفسها اوفر. ساهل يا اسطى انت بنت كثير زنخة. فاشلة بالمدرسة دايما بتجيبي 1 من 10. شو هالقرف؟ امشي امشي ما بطيق اشوف خلتها. ابعدي عنها. يا ربي اللي ما بيحبوني. عرفت ليش بيكرهوني. انا احلى منهم اشطر منهم بالمدرسة. في بغار مني اكيد لاني احسن منهم. لازم الواحد ما يخاف من الناس كلام الناس. لازم يكون قوي ونجاوب وما يهرب ويعيط. اذا حكوا عليك معناها انك انت معناها انه انت احسن منهم. لان غار منك بحكوا عليك. ها فجر كيف انت تكون قوي. يلا خليكم معي. شوفي كيف وجهها حزينة. تنكر عادي. اضحكوا عادي ما بيهمني. ما يهمك. شو بدك انت؟ امشي يديك. خلينا غيراني منك. لا لا تضربي. انا اقوى منكم ما بعيط. شايفين كيف تكونوا؟ ما تعيط هيك احسن. احنا اسفين يا سيوان احنا بنحبك. بعيدة بعيد عمر. التنمر من اكثر الحاجات الشائعة في مجتمعنا الحالي. بقت بتحصل سواء في المدرسة او على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدل ما الناس ياخدوها مصدر ضعف ليهم بالعكس الكلام المفروض ان انتوا تاخدوها مصدر قوة ليكم وتقوموا وتحاربوا كل احلامكم اللي انتوا عايزين تحققوها. الادب كل مين يا